معانا على الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ عصام التمساح. تعالوا استاذ حسام التمساح، عفوا بعتذر يا استاذ حسام، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا استاذ حسام. خلينا نعرف من حضرتك التطورات بتاعت هذه القضيه اللي ارقامها تخض، والكميات اللي اتمسكت والتشكيل والجرائم، حاجه يعني نفهم منك اخر التطورات يا استاذ حسام. واخر التطورات، النيابه العامه قررت حبس المتهمين لمده 15 يوم على ذمه اتحاد. شبكه الفساد بوزاره التموين كان يشغلها مستشار وزير التموين من حوالي من فتره يعني تتجاوز 7 سنين، يعني هو يشغل منصب مستشار وزير التموين للمتابعه والرقابه والتوزيع. اتعين في المنصب ده يناير 19 يناير 2017. كانت مهامه تتمثل في التأكد في توفير السلع وانتظام عمل الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار. أيوه. طبعا خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، خلال ال7 سنين، كان اعتاد الظهور في الجولات وكان بيتفقد البدلات التموينية خلال الفترة اللي فاتت علشان خاطر لمتابعة توفير السلع في المنافذ التموينية. تم إلقاء القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية 5 ديسمبر 2023 بتهمة الفساد مع 8 مسؤولين، مع 8 أشخاص متهمين، منهم 2 مسؤولين من الوزارة اتقبض عليهم في الوزارة وتكلبشوا وخرجوا متكلبشين من الوزارة، من مكاتبهم. من مكاتبهم، يعني خارجين من مكاتبهم متكلبشين. خارجين من مكاتبهم متكلبشين. هيئة الرقابة الإدارية طبعا ده بعد استئذان النيابه العامه، بعد استئذان النيابه العامه تم القاء القبض على المتهمين. مستشار وزير التموين ومعاه 2 آخرين خرجوا من المكتب زي ما قلنا متكلبشين بعد استئذان النيابه. طبعا تم التسجيل ليهم صوت وصوره لاثبات تورطهم مع باقي المتهمين، باقي المتهمين من محافظه الجيزه والمنيا، متهمين زي ما قلت حضرتك بحب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام. وخلال التحريات او التحريات الرقابه الاداريه كشفت ان المتهمين كانوا بيبيعوا مع بعض اصحاب المطاحن، بيبيعوا كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، وكمان التلاعب في الكميات وخفض كمان جوده المنتج والتواطؤ مع عدد من المسؤولين بمديريات التموين المختصه. الكلام ده كان يوم الرقابه. اتفضل استاذ حسام. برضو انا عايز اعرف من حضرتك، هل المخازن اللي كان فيها الكميات دي بانت؟ يعني اكيد الكميات دي ما كانتش في مخزن واحد، هل بان المخازن دي فين؟ البضاعه دي كانت بتتحرك في اوقات امتى؟ عشان الحاجات دي ممكن تساعد، المعلومات دي تساعد المواطنين لو شافوا حاجات مشابهه يبلغوا. كانت في محافظه الجيزه ومحافظه المنيا المخازن او الحاجات اللي بيتم التلاعب فيها، محافظتين، محافظه الجيزه ومحافظه المنيا بمعنى اصح، عشان يسيطروا على القاهره والجيزه ويسيطروا على باقي الصعيد. تمام. الرقابه الاداريه في الوقت ده صدرت اكثر من 900 طن سكر تم ضبطها في احد المصانع تبع القضيه الخاصه بمستشار وزير التموين. كان التحرك اوقات بيبقى في الصبح الفجريه واوقات بيبقى بالليل متاخر. لو هيتم التلاعب زي ما قلنا فعلا عشان يبقوا بعيد عن المراقبه والسين والجيم والسكر ده فين ورايح فين وجاي منين والكلام ده كله. هو شكل مع المتهمين شبكه فساد وحصلوا على رشاوي علشان خاطر يتلاعبوا في اسعار السلع وحجب المواد التموينيه عن المواطنين. طيب احنا النهارده يا استاذ حسام، يعني من خلال المجهودات اللي عملتها الاجهزه الرقابيه وجهاز الرقابه الاداريه والساده المسؤولين فيه، انا النهارده مفروض المواطن المصري بقى اللي بيتعامل واللي بيشوف ده كله، مفروض يتعامل ازاي مع اي حاجه يشوفها فيها مخالفه او فيها حاجه؟ يتوجه لمين بالخطوه الاولى عشان يبلغ؟ يبلغ فورا الجهات الرقابيه. اي جهه لو قدامه اسم شرطه يخش يبلغ، لو قدامه مجلس الوزراء يبلغ، اي حاجه قدامه يروح يبلغ، لو شايف او شاكك في حاجه لازم مباشره يروح يبلغ الجهات المختصه. وبيتم التعامل بجديه مع هذه البلاغات؟ كل البلاغات بيتم التعامل معها بجديه. مفيش اي بلاغات بيروح لجهات التحقيق غير لما يتم التعامل معها. عايز اقول لحضرتك ان التحقيقات مع المتهم والمتهمين في الواقعة استمر 12 ساعة. من النيابة العامة كانت بتحقق مع المتهمين لمدة 12 ساعة
أربعة من المتهمين اعترفوا تفصيليا بتقديم رشاوي للمستشار والمساعدين ليه في الوزارة علشان خاطر يستفيدوا بنص القانون ان هو لو الراشي اعترف بالرشوة بيتم يعفى من العقوبة. بيعفى من العقوبة. طب مبلغ مبلغ الرشاوي ده اتذكر في التحقيقات او باين عند حضرتك؟ لا لسه حتى الان المبلغ الرسمي بتاع الرشاوي، لكن هي زي ما حضرتك ذكرت ان هي بمعنى اصح مرتبات شهرية. متسستمة يعني. متسستمة. متقسمة يعني. وطبعا النيابة العامة خلال الساعات اللي جاية هتستدعي ضابط الرقابة الإدارية لاستماع لأقواله في الواقعة، وكمان يقول شهادته في إلقاء القبض على المستشار، مستشار وزير التموين والمتهمين معاه. يعني نتمنى طبعا مجهودات رائعة من رجال الرقابة الإدارية وطبعا رجال القضاء النيابة العامة، ويمكن زي ما حضرتك قلت وزي ما أكدنا قبليها إن دور المواطن أساسي في مساعدة هذه الجهات للقيام بواجباتها بسرعة. صحيح. في هذا التوقيت. صحيح. تمام. أستاذ حسام التمساح الكاتب الصحفي، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.